على الرغم من التوقعات بأن يتمكن الاجتماع بين المجلس العسكري الانتقالي وتحالف إعلان الحرية والتغيير من التوصل إلى اتفاق قريب، إلا أن التظاهرات أمام مقر المجلس العسكري لم تتوقف. السودانيون احتشدوا استجابة لدعوى تحالف الحرية والتغيير الذي اعترف به المجلس ممثلا رئيسا للحراك الشعبي في السودان، لفرض مزيد من الضغط على المجلس العسكري لتلبية مطالبه من أجل تسليم السلطة لهيئة مدنية تتكون من مجلس سيادي مدني ومجلس وزراء ومجلس تشريعي. مسيرات مليونية أكدت تصميم الشارع السوداني على تحقيق مطالبه وعدم التراجع عنها، وإجبار المجلس الانتقالي على تسليم السلطة للمدنيين، وخصوصا بعد انضمام القضاة السودانيين إلى الاعتصام وللمرة الأولى منذ انطلاق الحراك، دعما للتغيير ولسيادة حكم القانون واستقلال القضاء. هذا الموكب من قضاة المحكمة العليا وقضاة الاستئناف وكل القضاة الجزئيين في ولاية الخرطوم يمثلون القضاة الأشراف الأحرار الذين خرجوا مع المواطن لتأييد هذه الانتفاضة ولحماية سيادة حكم القانون في هذه البلاد. وللمرة الثانية خلال 3 أيام أعلنت قوى الحرية والتغيير تأجيل إعلان أسماء مرشحيها للسلطة المدنية الانتقالية، سعيا منها للوصول إلى اتفاق شامل مع المجلس العسكري يمهد للإعلان عن كل مستويات السلطة الانتقالية المدنية. المعارضة السودانية لم ترفض استمرار المجلس العسكري في الحكم فحسب، بل رفضت أيضا أعضاء اللجنة التي عينها المجلس للتفاوض معها، الأمر الذي أجبر 3 أعضاء بينهم رئيس اللجنة السياسية المعينة بتقديم استقالتهم. وفي ظل هذه الضغوط الشعبية المتواصلة تبقى المعارضة متسلحة بالشارع الذي يواصل اعتصامه أمام مقر قيادة المؤسسة العسكرية في الخرطوم منذ 6 نيسان الحالي، ليؤكد عبر مسيرته المليونية تصميمه على تحقيق مطالبه وعدم التراجع عنها.